مشاهدينا برحب بحضراتكم من جديد. ثلاث صفوف دراسية معفاة من امتحانات الترم الثاني. قرار جديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بشأن امتحانات الترم الثاني، والذي أعلن فيه إعفاء طلاب ثلاثة مراحل دراسية من امتحانات الترم الثاني التحريرية. فكيف سيتم تقييم أداء هؤلاء الطلاب بعيدا عن أداء الامتحانات، وما هي هذه المراحل التي تم تحديدها؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني التحريرية لهذا العام نظراً لإعفائهم منها بحق القانون. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعفاء طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من عقد أي امتحانات رسمية يأتي وفقاً لفلسفة نظام التعليم الجديد، واستكمالاً لعملية تطوير منظومة التعليم التي بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية. أيضاً قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ دون إجراء أي امتحانات من خلال المهام الفردية والجماعية بتوعيتها الشفهية والتحريرية والمهارية وبناء على أسلوب الأداء المتدرج. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه بالنسبة لعملية التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي فتكون باستخدام الأداء المتدرج بالألوان، وهو من يتم تقييمه بيفوق التوقعات دائما يرمز له باللون الأزرق، أما من يقيم على أنه يلبي التوقعات يرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحياناً يرمز له باللون الأصفر، وأخيراً يتم التقييم بأقل من المتوقع يرمز له باللون الأحمر. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريراً يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب. من جانبه قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تؤمن بأن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي. من جهة أخرى كان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 وهي امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو المقبل بدلا من 4 مايو، على أن تنتهي امتحانات النقل الإعدادية يوم 23، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين. وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا رسميا ينص على بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الأول 2024 حتى يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو المقبل. في ذات السياق أيضا أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع. حيث أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري. وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كالتالي: الاثنين 10 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ثم تكون هناك إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو إلى يوم الخميس 20 يونيو المقبل. بعد ذلك سيستكمل طلاب الثانوية العامة عقد امتحاناتهم من يوم السبت 22 يونيو، والذي سيكون مخصص لأداء امتحان مادة اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، أما السبت 29 يونيو فسيكون لمادتي الفيزياء والتاريخ. الثلاثاء 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو لمواد الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس، أما السبت 13 يوليو لمادة التفاضل والتكامل، والأربعاء 17 يوليو لمواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة. وسيكون آخر يوم في جدول امتحانات الثانوية العامة هو يوم السبت 20 يوليو والمخصص لامتحان مادة الديناميكا. وفاز جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام برضا الطلاب وأولياء الأمور والخبراء التربويون دون حدوث أي شكاوى أو استغاثات من تفاصيله مثلما يحدث كل عام. فبعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة، وتم إعلانه في بيان رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توالت ردود الأفعال التي تعبر عن حالة الرضا التام عن تفاصيل ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب، علم علوم وعلمي وعلم رياضة وأدبي. وأشاد اتحاد طلاب مدارس مصر بالجدول الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. وقال اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان رسمي إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان، وهو الأفضل أن في ترتيب المواد والأفضل في الفواصل الزمنية بين كل مادة، وراعى الثلاث شعب من حيث ترتيب المواد حتى المواد الغير مضافة، أصبح هناك فرق يوم بينهم. مشاهدينا، في النهاية بنتمنى النجاح لكل طلابنا في كل المراحل التعليمية، ونتمنى أن ينال طلابنا تقييمات عالية، سواء كان هذا التقييم من خلال أداء الامتحان أو من خلال الأداء المتدرج كما سيحدث مع طلابنا في الصفوف الأول وحتى الثالث الابتدائي. انتهت تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد. نشكر حضرتكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء جديد.